بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بالعيد متجي مباشره من عماره سلطان فيدا، وحنا ما كنتواجدوا عند ابطال ديالنا طونديم سحيمدا جنان، ابطال جمعيه منتدى سلطان وابطال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق فدا المسابقه ديال مدينه ديال السماره، والابطال ديالنا كيعلنوا من بين الاوائل بجمعيه منتدى درب السلطان ولما لا عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. الاخ طونديم سحيمدا جنان مبروك عليكم في هذه المسابقه اللي بدلتوها اليوم في هذه المسابقة ديال مدينة أسمرة، وكتديكلاريو من بين الأوائل في جمعية ديال منتدى درب السلطان، ولما لا عصبة مدينة الضربة. كيفاش شاهدتوا هذه المسابقة ديال مدينة ديال أسمرة؟ نبداو الأخ سحيمدا. السلام عليكم. أسمرة هادي دازت مطلق قاصح بزاف، واش غادي نقول لك؟ مسابقة اللي دازت كارثية من حيث الحرارة. ماشي الحرارة، المنطقة صعيب بزاف، واش ربما حيت لعبنا 490 نقصنا 850 حتى هو غادي قد يكون العامل هذا، ولا الظروف المناخية؟ الجو كيقولوا بأن الجو كان مزيان ما بيش، وإنما داك الشيء فهمتي بقى في علم الغيب. هي المسابقة دازت قاصحة بزاف، قاصحة و الناس الأغلبية الحمام اللي داو الحمام كبير، زعما مشى الحمام اللي كبير، قلنا ربما غادي تدوز تلقى إن شاء الله غادوز مزيانة، حقاش الناس بداو كيوعاو شوية، مابقاوش يسيفطو الشمبور شوية المسافة وداكشي، قلنا غادي تدوز المسابقة، إنما راك شفتيها خويا بالعيد، راه المسابقة بس قاصحة شوية و مسابقة قاصحة بزاف ماشي شوية. واشي اللي كاين هادي هي الولاعه، ونشوفوا الطونديم ديالك جينا انت هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه حول هذه المسابقه ديال المدينه ديال السماره الاخيره. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتشوف الاخ بالعيد المسابقه دازت شويه ليست بالعينه، وتمكننا الحمد لله باش نديكلاريو الحمامه الاولى في توقيت مزيان، ودابا لحد الان حنا واصلين 4 الحمامات. واش نقول لك الاخ بالعيد، المسابقه حنا ما كناش غادي نلعبوها صراحه، ولكن انما هي من تنظمات من طرف العصبه، وداك الشيء ما بغيناش نغمضوا عينينا وصافي فهمتيني، لعبنا المسابقه والحمد لله ديكلارينا بحميمات، وكنتمنى التوفيق للناس اللي باقي ما مديكلارينش، والناس اللي مديكلارين كنقول لهم هنيئا لكم ومبروك عليكم، وان شاء الله باقي المسابقات الاخ بالعيد هذا هو اللي كاين. وكنبغي نقدم واحد التحيه للاخ ربيع بوسعاده اللي في الديار الامريكيه، والاخ صيد صديف فيصل اللي في الديار الفرنسيه، وابطال المهجر، والاخ بيجون اكادير الاخ مراد، حتى هو كنبغي نقدم ليه واحد التحيه من هذا المنبر هذا، وكنبغي نقدم واحد التحيه خاصه للاخ بالعيد منتاقي الناطق الرسمي باسم اتحاد عصبه الدار البيضاء، اللي كيبذل واحد المجهودات صراحه، مجهودات جباره، اي مسابقه كتلقاه متواجد ها هو هنا هو هنا هو هنا، كنبغي نقدم ليه واحد التحيه من هذا المنبر هذا، وشكرا للاخ بالعيد. نشكرك الاخ جنان، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذه هي عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق فد المسابقة ديال مدينة السمارة، تواجد جميع الجمعيات المنضوية تحت هذا العصبة ديال مدينة الدار البيضاء، كما كتشاهدوا معنا في الصورة، هذا هو اللوط الخارجي بالنسبة لهاد الأبطال هادو، أبطال طونديم سحيمدا جنان، أبطال جمعية منتدى درب السلطان، وأبطال عصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. الأخ سحيمدا، بغينا نتعرفوا على الحمامة الأولى بالنسبة لكم في هذه المسابقة ديال مدينة السمارة. هذه الحمامة ياك؟ شو هذه؟ 2011. 2011 حمامة لاش ديال 2011. عندك شي انزازات هاد الحمامة الأخ جنان ولا؟ عندها شي ديبلومات هاد العام، هاد السنة. هاد السنة نيت؟ تبارك الله، تميمة كانت مزيانة، دايرة السمارة، ديكلاريا السمارة، مديكلاريا هذاك العام العيون، دايرة شي جمرات السمارة. وهذاك العام دارت العيون، وهذا هو العام الرابع ديالها. ما شاء الله، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذه هي الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا طونديم سحيمدا جنان، ابطال جمعيه منتدى درب السلطان، وابطال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وبالنسبه لهذ السلاله الاخ بيديغري ديال هذه الحمامه الاخ سحيمدا، بيديغري ديال الحمامه الاخ بالعيد، الصنع ديال
المصنع ديال العجينان وصحيم تاع الاخ بلال. هذا هو اللي كاين حمامات واحد السلاله، كنا خدينا شي سلالات، والصنع ديالنا هذا راه عندها تروا فوا، عندها مره السماره وعندها جوج مرات السماره وعندها مره العيون، وهي تعاود تاكد عاوتاني في مدينه السماره الاخ بلال. الحمد لله. وهذه الحمامات الثانيه بالنسبه لهاد المسابقات كما كتشاهدوا معنا في الصوره، الحمامات الثانيه بالنسبه لهاد الابطال هادو، ابطال طوندي مسحيم دجيناد، تعرفوا على الكاش هذا هو الكاشي المرقم باسم عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق كما كتشاهدوا معنا في الصوره. شوفوا الحمامه الاولى الاخ سحيم دتنتق كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو الكاشي، ديكلاراسيون صحيحه 100% عند هذا الابطال هذو طوندي مسحيم دجيناد. الحمامه الاخ بالعيد فيها واحد الهولندي فاندر مولان اللي كان سقطوا الاخ سحيم ده، فواحد الهولندي فاندر مولان مولان كي بازي الحمام ديال الالف والالف ومية والالف ومسين كيلعب الالف مولا، معروف هاد معروف هاد السلالة هادي، والأم ديالها اسمها ديال نوير بيسن فاتشيبر، الأم ديالها نوير بيسن بدنبورغ بدنبورغ بدنبورغ. مبروك عليكم الله يبارك فيك، الله يسخر لكم في باقي المسابقات المتبقية في هذا السنة. وهاد الشيء اللي كاين، وشحال من حمامات تقريبا عندكم؟ أربعة حمامات ياك؟ عندنا أربعة حمامات اللي مديكلارنا بهم الأخ بالعيد. وديتو شي 12 بياس هيا ولا شي حاجه؟ 13 حمامه. 13 حمامه والله يجيبها على خير. الان عندنا 14، عندنا اربعه الحمامات اللي معلن عليهم الاخ بلال. بالنسبه للجمعيه منتدى درب سلطان لحمام السباق في هذا الموسم، تنشكركم بزاف على المجهودات اللي بذلتوها في هذا الموسم باعلانكم بعدد كبير من الحمام وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وهذا الشيء اللي كاين الاخ سحيم دا وجينا، كنشكركم بزاف وتشكروا جميع لي كونفويور اللي بذلوا مجهود كبير في هذا المسابقه، سواء الاخ ناشب والاخ نزيه تا هو وجميع، والاخ خالد من جمعيه الصداقه بالبرنوصي، تشكرهم بزاف على المجهودات اللي بذلوها في هذا المسابقه في اطلاق الحمام في الوقت المناسب. وتشكروا جميع عصبه مدينه الدار البيضاء، مكتب عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق بدون استثناء، جميع مكتب عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، وتمجدوا مجهود كبير الناس اللي بدوا مجهود كبير فهاد الديكلاراسيون. وتشكركم بزاف، وبالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، نستودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر، في امان الله.